اسمي عمر بن علي، مواليد فلسطين، أنا من فلسطين. تقريبا قبل 10 سنوات وطني، وهو أول سبب اللي هو الاحتلال، العنصرية، الفقر، الجوع، الخطر، هذه كلها المعاناة بتخلي الإنسان يعني بمرحلة ما يعني بقدرش يكمل حياته، بحاول يبحث عن موطئ قدم بهاي الكرة الأرضية لأطفاله، أنه يعيشوا بكرامة بعزة. غادر هاي البلد لأنها صارت خطر فعلا علي شخصيا وعلى أطفالي. غير كل هذا الجدار الفصل العنصري، غير كل أضف على ذلك الطرق الهاي واي اللي فتحوها للمستوطنات، كل هذا شكل عندك أنه أنت يعني لا فرق، يعني سجن اللهم أنه بس بمساحة أوسع. الجيش الإسرائيلي أو الحرس الحدود، ما يسمى بالحرس، إطلاق النار بدون ما يسألك أو يقول لك أنت، مجرد وجودك أنت على هذا. يعني كانت حتى أثناء التدريب أطلاق النار، يعني أثناء التدريب هم بيتركوا النار بكثافة، وتصل للقرى وتصل للبيوت، واستشهدوا ناس من 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 يعني من جراء هذا اللي حصل. حقوق ما في، عمل ما في، اقتصاد ضربونا بكل شيء، ما بحاربونا حتى بالخبز، يعني لانه يعني الكل بيعرف انه احنا ممنوع نستورد شيء. تكتشف انه الطفل هذا اللي بتجاوزش 7-8 سنين عم بيدخل بكوابيس اثناء نومه. وبتذكر لما كيف حاصر المخيم، حاصروا 40 يوم، وقتل النساء قبل الاطفال، قتل الشيوخ، قتل المرضى، قصف المستشفيات، قصف العيادات، قصف حتى سيارات الإسعاف، نقاط التفتيش، نقاط التفتيش اللي موجودة بالمئات، واللي بينتظر عليها الفلسطيني لا يقل من ساعة إلى 12 ساعة، مقابل إنه المستوطن بيمرك بلحظة، يعني حتى لا يقف المستوطن، واحنا بنكون واقفين ندخل على 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 القريه اللي انا فيها. وهي حصلت معي انا بال 2002 باقتحام جنين، وكيف كان عندي ابني كان عمره 2 سنين وكان عنده مشكله بالرئه، وكيف الجيش الاسرائيلي منعني حتى اصل، يعني كان المستشفى مش بعيد عن عن عن, عن المكان اللي انا وصلته، مش بعيد 500 متر، حتى اترجيت وخد ابني، اقول للجندي خد ابني وحطه بالمستشفى، انا تدخلنيش. وبرغم ذلك رفض، وبالتالي اطلق نيران بالهواء، لانه انا اصريت اللي ادخل ابني. لازلت بفلسطين، وانا من سكان ضواحي جنين، وعملي في جنين. وبتذكر بالاجتياح الجيش الاسرائيلي لمخيم جنين، وكيف القوة العسكرية الهائلة، كيف سلاح الطيران، سلاح المدفعية، الصواريخ، يعني كانت كأنها حرب على أعتى الدول، كأنه الجيش الإسرائيلي عم بحارب دولة عظمى. تركتهم أطفال صغار، تركت زوجتي حامل بالطفل السابع، تركتها حامل 6 شهور بالطفل السابع، مش حتى ابني ما شفته قبل ما ينولد، لأنه خرجت وهي حامل. يعني كانت لحظات يعني مش ممكن أنساها. لما إجت السيارة حتى أخرج بالصباح الباكر، يعني بحدود الساعة 4، كيف الأطفال الصغار يمسكوا بتربية هدول الأطفال، وسبعة، والكل بيعرف شو يعني 7 أطفال وزوجي لوحدها. انحرمت أمي اللي توفت بعد ما وصلت هون ب9 سنين، انتظرتني طويلا يعني حتى تشوفني، للأسف فقدتها وتوفت، انتقلت إلى رحمة الله. أيام صعبة ولا زالت
أيام صعبة لا زالت ما بعرف لازال نفق كأني بنفق يعني نفق دخلت بنفق مظلم ثماني رد الجواب على الملفات اللي قدمتها الملف الأول للجوء والثاني والثالث والرابع وحاليا بنتظر بجواب الخامس وفي نسخة منه في مكتب السيد ترودو رئيس الوزراء لأنه هو العضو البرلمان بالمنطقة اللي أنا ساكن فيها من سنة تقريبا الملف موجود بنسخة منه ونسخة بدائرة الهجرة لازلت أنتظر أملي من الله وأملي من الحكومة الكندية إنه فعلا في يوم قريب جدا أشوف هدول الأطفال اللي تركتهم وأصبحوا شباب أصبحن صبايا. Thank you.